انا في ام قالت لي مره، انا لما باجي اضرب عيالي بيضحكوا، هم عارفين ان انا عبيطه، وانه انا في الاخر بهوش برضو في كل الحال، يعني في الحالتين اللي بتخوف مش صح واللي بتهوش، هم عارفين انه يعني دي بقى على الفاضي وكده. فما هو برضو احنا عايزين لماما احترامها يعني يعني برضو يعملوا حسابها طبعا، وانه ما يستهونوش يعني بيها، ده بتضرب وبيضحكوا عليها، ده انت واصله لمرحله يعني مش طبيعيه. عندك حق يعني. لا، هو لازم الام يبقى كلامها ليه وزن. كلامها ليه وزن، ده يبقى اللي هي هتقوله هتعمله، علشان يبقى الولاد وصل لهم رسالة ان الكلام ده ليه وزن وبيتعمل فعلا. عشان كده بنرجع نقول ما تقوليش كلام انت مش هتعمليه او يعني صعب، وردود افعالك يعني تبقى فعلا منطقية محترمة مرتبطة بالحاجة اللي عملها، وكمان هم يبقى عارفينها من قبلها. يعني بنقول عليها معروفة من قبلها هيحصل ايه. ليه بقى؟ علشان يبقى الكلام زي ما انت بتقولي ليه وزن، وماما دي مش بتلعب معانا. لكن انا بقى هوش واقعد ازعق طول الوقت، وفي الاخر كلامي عماله اقول بكلام ما نصه ما بعملوش اصلا. فالرساله اللي واصله ايه؟ لا، ده اي كلام. مش الزعيق هو اللي بيخلي العيال تخاف او يبقى عندها ديسيبلين او تعتذر. بالعكس على فكره، كل ما الام بتبقى فاهمه كويس الكلام اللي طالع منها وايه اللي بيتقال واللي بتقوله هتنفذه وهتقدر تنفذه. بس ده عايز تدريب للأم أكتر من الولاد طبعا. يعني طبعا. هي إحنا هنتكلم عن تربية الولاد، فأوتوماتيك بتلاقي إن إحنا بنربي نفسنا الأول، ودي حقيقة. إنك تعودي نفسك على ثبات انفعالي وعلى طريقة كلام، دي قصة تانية برضو طبعا. محتاجين الأمهات يشتغلوا عليها. إيه البداية يعني تعمل إيه؟ هل في امهات لا بتاعت قرايه، انا هقول لك بقى، ولا امهات بتاعت كورسات ولا كده، دي ام مثلا بسيطه، ام بسيطه ومش بتاعت الكلام ده، تعمل ايه؟ يعني اديها كده تيبس او نصايح سريعه تعود نفسها على الثبات الانفعالي ده ازاي، وانها ازاي تفكر قبل ما تتكلم مع ابنها. تحط دايما قدام عينيها حاجتين، ايه اللي انت عايزه تزرعيه في ابنك دلوقتي حالا، يعني او اللي انت بتعمليه ده هيزرع ايه في ابنك دلوقتي حالا. انا دلوقتي بضربه، انا دلوقتي بشتمه، بهينه، بقى كده يعني. خلي في لمبه في دماغك تنور، هو انت الهدف ايه دلوقتي؟ انت عايزه تشوفي ابنك ايه؟ فانت افتكري عايزاه محترم، اللي انت بتعمليه ده اسالي نفسك سؤال، ده هيخليه محترم؟ انا عايزاه مؤدب، اللي انت بتعمليه هيبقى مؤدب؟ هو السؤال ده بس، ومش لازم تجاوبي حتى لو الإجابة مش على مزاجك دلوقتي. الحاجة التانية، افتكري الأهم، العلاقة. العلاقة اللي بينك وبينه هي دي اللي هتدوم. طول ما انت شغالة معاه في البيت في علاقة في التعامل معاه، انت دلوقتي العلاقة شكلها عاملة ايه؟ تصرفك معاه دلوقتي بيودينا لعلاقة كويسة انت حباها، ولا علاقة متوترة؟ متوترة. فانا كل لما يعني، انا دي من الحاجات اللي ساعدتني جدا، انا كنت دايما بكتب انا عايزه ايه من ولادي وبعمل ايه، وبشوف هل انا انت بتقارني بين نفسك واللي انت عايزاه واللي أيوة بتعمليه. ايوه، والمفروض بقى ان في وصله بينهم. فانا كل لما كنت يعني ابدا قبل ما ابدا اتعلم اعمل حاجه، افتكر هو انا عايزه ولادي فين، انا عايزه ايه الهدف من تربيه الولاد، ايه الهدف من تربيه الولاد. فلما افتكر ده، وكان دي الحاجه اللي كانت بتوقفني ان انا اعمل حاجه مش لمصلحتهم، مش للحاجه اللي نفسي يطلعوا عليها بعد كده. والحاجه اللي بعد كده دايما بقيت، حتى بنتي دلوقتي في سن المراهقه، بفتكر دايما العلاقه هي اللي هتبقى، لكن مش الحرمان من الخروجه ده اللي هيعلمها، مش سحب الموبايل. انت بتحرميش من الخروج وسحب الموبايل وكده؟ لا، ما بعملش كده. امال بتعملي ايه؟ ايمان، بندور على حلول دايما. يعني بصي، دايما دايما ببقى لما عينيا تبقى على العلاقه، ببقى واحنا في الموقف حلي لي ده. لما مثلا خارجه خروجه، انا مش عايزه اخرجها، ده بيحصل كتير طبعا. طيب بقول لها انا مش بقول لك كده غلاسه، انا بقول لك كده عشان انا خايفه عليكي. بس في الاخر بتخرج ولا ما بتخرجش؟ ما بتخرجش. ازاي؟
علشان انا بقول لها مفيش بتزن عليكي، ده البنات دول ملكات الزن في العالم، عشان خاطري عشان خاطري يا بنتي انا يا بنتي مش حلو يا بنتي والنبي ده كلهم رايحين عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري عشان روحي تعملي ايه بقى؟ لا مش بعمل كده، مش بستسلم للزن بصراحه. لانها وسيله هي عارفه انها ساعات بتجيب، فبطلت تستخدمها معايا. لا انا بقول لها انا قلقانه من كذا وكذا وكذا، بقول المشاعر اللي جوايا وخوفي على الترابيزه، وهي بتصدق القلق ده. طب ما كل الناس رايحين، ما كل الناس عاملين، ما كل الناس انا عارفه، انا عارفه ان كل الناس رايحين، ممكن يكونوا هم مش خايفين زيي، بس انا خايفه عليكي. وبقول لها صراحه ممكن يبقى فيه مثلا، انا فاكره كويس جدا كانت عايزه تروح حفله وقلت لها الحفله زحمه وانا خايفه عليكي وفيها اولاد وممكن يبقى فيه حاجات مش كويسه صح هناك، وقلقانه ما تعرفيش تدافعي عن نفسك لما يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، وتعالي اوريكي الاماكن دي بيبقى فيها ايه. ف هي اقنعتيها وقلت لها بعد كده الاحتياج بتاعها انا شايفاه، انا عارفه انك عايزه تتبسطي، انا عارفه انك عايزه تبقي مع اصحابك، انا عارفه انك انت عايزه تبقي مع المجموعه زيهم، بس هو في حاجات هنبقى بنعملها على مزاجنا وفي حاجات هنبقى متضايقين، وما عنديش انا كايمان اي مشكله ان بنتي تبقى متضايقه، لان المشاعر السلبيه دي بتقوي العيال. يعني ما تصعبش عليكي ولا تضعفي وتقولي ايه طب هي نفسها في الحاجه، مش بتقولي كده؟ بقول لها كل ما حاجه جوايا بقولها في شكل كلمات، عشان لما بنطقها انا نفسيا ببقى احسن، وده علميا اثبت كده. انا لما بقولها على فكره انا متضايقه ان انا مش مودياكي، بس احنا طريقه تربيه بيتنا انك مش هينفع تروحي المكان ده، مش انت بس، انا وباباكي واخواتك وانتي ان احنا خلاص القصه دي القيم دي ماشيه على البيت كله.